عيش الشباطه، العيش اللي بيبقى شويه شبه البانيني شويه، وبرده بيبقى عنده طبقه كده ناشفه من بره. هنحتاج له معلقه صغيره من الخميره، 240 جرام لتر الحقيقه ملي ميه دافيه، 300 جرام من دقيق المخبوزات، معلقه صغيره من الملح ممسوحه للتقديم طبعا اللي انتوا عايزينه. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا في كل الوصفات، الدقيق هياخد الملح، الخميرة. دايما في البيت، دايما في البيت انتوا هتحطوا الخميرة على نص كمية المية معاها السكر، دايما اساسي. تمام. انا هنا عشان عارفة الخميرة اللي عندي وعارفة الدنيا ماشية ازاي، فبحطها على طول على بعض، لكن انتوا دايما في البيت تاخدوا نص كمية السائل وتحطوا معاه سكر وخميرة، دقيق وملح وخميرة، سرعة قليلة، مية، عايزة عجينة مقفولة ما بتلزقش في الايد. اول ما اوصل للي انا عايزاه اوقف الميه وافضل اعجن لمده 10 دقائق ربع ساعه لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. باخد العجينه بسيبها تتخمر، لازم تكون متغطيه عشان ما تعملش قشره وتنشف. بعد كده بجيب دقيق برضو مش كتير، تعفيره من الدقيق فوق وتحت، بجيب الخميره العجينه اللي خمرت. بصوا 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 بصوا، عجينة خمرانة مظبوط، العجينة خمرانة مظبوط. تعفير الدقيق تساعدني ان انا اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها، تعفيرة مش تغيير للمقادير. العجينة طرية ومش مضايقاني، خلوا بالكم يعني العجينة لما تكون طرية مش بتضايق، بالعكس النتيجة بتطلع هايلة. ممكن نعمل من ده رغيف واحد كبير او تعملوا ارغفة صغيرة، اهو ادي رغيف واحد كبير، شايفين ازاي اهو، براحة بخفة كده يعني، خلي ايديكوا على العجينة حنينة كده وطرية، وده رغيف شباطة كبير زي اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت او من البيكريز الكبيره اللي بتعمله يعني. اوكي. برضو الشباطه بياخد دقيق، ما بياخدش زيت على الوش، بحرص بحرص، دقيق، سكينه، ما بنستخدمش هنا سكاكين يعني، احنا الشباطه ما بنستخدملوش سكاكين يعني، ما مش بنشرحه قصدي.